انطلقت من مدينة إسطنبول قافلة نبض الحياة الخامسة والتي أنجزتها الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية تحت عنوان وتد لصمودهم لمحاولة جذب أكبر قدر ممكن من المتبرعين لصالح اللاجئين والنازحين السوريين، خصوصا مع استمرار الظروف الصعبة في سوريا. وبحضور وسائل إعلام عربية وسورية وبرعاية منظمة إيهاها التركية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومشاركة واسعة تمثلت بعديد الجمعيات والمؤسسات الخيرية من دول خليجية بالإضافة إلى اليمن والأردن ومصر وإندونيسيا لإعطاء الحملة زخما ربما يكون له الأثر على الشعب السوري وتخفيف المعاناة والتذكير بالتكافل والتعاون في الإغاثة والأعمال الخيرية، تحديدا مع دخول فصل الشتاء والذي كان وقعه شديدا على السوريين بعد العاصفة الأخيرة التي خلفت أكثر من 10 حالات وفاة نتيجة البرد. القائمون على الحملة رصدوا أهدافا عديدة لها، أبرزها تسليط الضوء سياسيا وإعلاميا على القضية السورية وإنشاء عمل مؤسساتي، لكنها واجهت صعوبات مع الحكومات على عكس الشعوب. نعم، هو التجاوب الشعبي جيد، ولكن للأسف الحكومات لها دور سلبي في هذا الأمر، وكثير من المؤسسات المرتبطة في مؤسسات دولية، لأن الذي يراد بسوريا هو يعني متفق عليه دوليا. إقامة هذا المشروع الخبيث تساعده كثير من الدول حتى المحلية والإقليمية المجاورة. شخصيات بارزة إعلاميا وسياسيا ودينيا ألقت كلمات خلال حفل إطلاق الحملة، تحدثت عن الظروف الصعبة التي يمر بها السوريون وكيفية الوقوف بجانبهم، وحثت العالمين العربي والإسلامي إلى التكاتف جنبا إلى جنب في مواجهة حجم المأساة الكبير وإرسال رسائل إلى العالم أجمع بضرورة إيقاف إجرام النظام والدول الداعمة له عن قتل المدنيين والوقوف على مسؤولياتهم تجاه الإنسانية، وأن وجودهم هنا لدعم السوريين ما هو إلا واجب عليهم. دعاني حب الشعب السوري الذي أحبه منذ صباي وأحبه منذ صغري، وازددت حبا له لما كنت شاهدا على جرائم بشار الأسد. والله سؤال ثقيل والجواب عليه أثقل، لأنه لا يليق أن أقول لماذا أتيت لمساعدة الشعب السوري، لا يليق أبدا. أنا من الشعب السوري وسأبقى من الشعب السوري وأنا منهم. بعض الجمعيات استعرضت صورا لحملات دعمت من خلالها اللاجئين والنازحين في أماكن مختلفة لتحث الجميع على حذو تلك الخطوات. لينتهي حفل إطلاق الحملة بتوزيع الدروع التذكارية على المساهمين بدعم الحملة إعلاميا ولوجستيا، كما تم تكريم المساهمين في تنظيم الحملة وإرسال رسالة شكر خاصة إلى الشعب التركي. عبد الله طعمة، حلب اليوم.